في بعض الأحيان تحتاج إلى التعديل على الفيديو بعد رفعه على القناة، مثلاً لاقتطاع جزء صغير من الفيديو أو لإخفاء شيء معين ظهر في الفيديو ولم تنتبه له إلا بعد رفع الفيديو على القناة، أو مثلاً أخطأت في جزء معين من الفيديو وتريد حذف هذا الجزء من الفيديو. واليوتيوب وفرت لنا أداة تسمى أداة التعديل. من خلال هذه الأداة يمكننا التعديل على الفيديو بعد رفعه على القناة وإجراء التعديلات على الفيديو دون حذفه أو خسارة الساعات أو المشاهدات. لننتقل إلى استوديو يوتيوب لأن الأداة تتوفر على استوديو يوتيوب من المتصفح. الآن ننتقل إلى قسم المحتوى. لنحدد الفيديو الذي سنعدل عليه ونختار من هنا أداة التعديل. من هنا نستطيع إجراء التعديلات التي نريدها. لنبدأ أولا باقتصاص أو قطع جزء من الفيديو. نختار اقتصاص مقطع جديد إذا كنت لا تريد تشغيل الفيديو. وتحديد الجزء الذي تريد اقتصاصه، يمكننا من هنا تحديد توقيت بداية اقتصاص المقطع ونهاية اقتطاعه. من هنا نحدد التوقيت. أو إذا أردنا من هنا نقوم بتحديد الجزء من الفيديو. ويمكننا من هنا توسيع شريط الفيديو لتحديد التوقيت بشكل دقيق. ونقوم بتشغيل الفيديو لنرى إن كان قد تم اقتطاع الجزء المحدد بالشكل الصحيح. وطبعا يمكننا اقتطاع أكثر من جزء من الفيديو وليس جزء واحد فقط. إذا أردنا قطع جزء جديد، نختار اقتصاص مقطع جديد ونحدد الجزء الذي نريده، وبعد الانتهاء نضغط على حفظ وتتم المعالجة بينما يتم إزالة الأجزاء من الفيديو. أما التمويه، التمويه لإخفاء شيء معين من الفيديو. يوجد هنا تمويه الوجه وتمويه مخصص. بالنسبة لتمويه الوجه، يحتاج إلى مدة طويلة حتى يتم التعرف على الوجه، وبعض الأحيان يستغرق ساعات، لذلك نستخدم تمويه مخصص. نختار تمويه مخصص. الآن نحدد من هنا شكل التمويه ونحدد المكان الذي نريد إخفائه، ونحدد من هنا توقيت بداية ظهور التمويه ونهايته في الفيديو. الآن لنقوم بتشغيل الفيديو لنرى كيف سيظهر التمويه على الفيديو. ونلاحظ من هنا وجود خيار تتبع العنصر وتثبيت موضع التمويه. بالنسبة لتتبع العنصر، مثلا إن كان الشيء الذي نريد إخفائه من الفيديو متحرك، نختار تتبع العنصر، والتمويه سيبقى متتبع العنصر كيفما تحرك في الفيديو وإخفائه بالكامل. وإذا كان الشيء ثابت في الفيديو لا يتحرك، نختار تثبيت موضع التمويه. وبعد الانتهاء من تحديد توقيت التمويه وتحديد المكان الذي نريده في الفيديو، نضغط على حفظ. أما الآن إذا كنا نريد إضافة موسيقى للفيديو، نختار إضافة صوت ويحولنا إلى موسيقى المكتبة الصوتية لليوتيوب. نختار الموسيقى التي نريدها. طبعا صوت الموسيقى سيبقى مرتفع مقارنة بالصوت الأساسي للفيديو. نضغط على علامة التعديل ونقلل من صوت الموسيقى ليبقى متناسق مع الصوت الأساسي للفيديو، وحتى مع مرور الأيام. إذا أردنا إزالة الموسيقى يمكننا إزالتها. إذا أردنا حذف الموسيقى، نضغط على النقاط الموجودة هنا ونختار حذف، وبعد الانتهاء نضغط على حفظ. وطبعا أي إجراء أو تغيير على الفيديو، إن كان اقتصاص جزء من الفيديو أو إضافة تمويه أو حتى إضافة موسيقى، يستغرق وقت معين بينما يتم تطبيق التعديلات على الفيديو. أما بالنسبة لشاشات النهاية والبطاقات، طبعا البطاقات وشاشات النهاية يتم إضافتها عند رفع الفيديو على القناة، لكن إذا أردنا إضافة بطاقات أو إجراء أي تعديلات عليها أو على شاشات النهاية، نستطيع من هنا القيام بالتعديلات التي نريدها. والذي لا يعرف ما هي البطاقات وشاشات النهاية
تجدون فيديو في الوصف عن كيفية إضافة البطاقات وشاشات النهاية للفيديو. وبهذه الطريقة نقوم بإجراء التعديلات التي نريدها على الفيديو. بالتوفيق للجميع.